اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في الحلقه هذه. الحلقه هذه غادي نشوفوا لقطات من المباراه اللي جمعت العين مع اوكلاند سيتي النيوزيلندي لكاس القارات للانديه، وغادي نشوفوا المردوديه ديال سفيان رحيمي اللي دخل في دقيقه 60 وفعلا عطى اضافه كبيره وقويه، واستطاع انه يسجل الهدف الرابع ثم السادس، وكاد انه يسجل هدف ثالث لولا العارضة لحالة دون ذلك. سفيان رحيمي البطل ديالنا وأسد من أسود الأطلس الكبير اللي يعني أعطى واحد الإضافة كبيرة وكبيرة جدا، والحضور دياله متميز في فريق العين فوق ما يعني دخل مع فريق العين إلا والحمد لله كيكون يعني كيقلب الموازين ديال المباراة. إذا غنخليكم تشوفوا مباراة اليوم، كذلك الإعلام الإماراتي أشنو قال على سفيان رحيمي. كنتمنى إن شاء الله أن تديروا لي لايك لي كومونتير وكذلك الاشتراك في القناة، وغادي نبدأ. يتقدم والعين ماسك البيرك بيمينه، انسى حد ياخذه من يمينه، البيرك عيناوي والتقدم الان عيناوي، وسيكو بابا ضيف على العين الاماراتي، عالية العرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة في المرمى بخطأ دفاعي كبير من دفاع العين، ويعلن أوكلاند سيتي عن تسجيل أول أهدافه في المباراة من ضربة ركنية مباشرة في مرمى العين وفي مرمى خالد عيسى. سوف التغطية، سوف التمركز، كل واحد اعتمد على الآخر، فرحة كبيرة للاعبي أوكلاند. الكرة ما حد لمسها، شوف عالية وعرضية، سيكو هو اللي موه، إيريك اعتمد على ذلك، وخالد عيسى تقدم مهاري مرر، سيكو سيكو سيكو، الله، ما في شك في فيناسيوس، ما في شك، وفي الزعيم ما في شك، وعين الصقر والقيصر العيناوي يسجل الثالث بمتعه كبيره لاحدهم نجوم العين وبعيون بنفسجية يفرح الأمة العينوية بهدف ثاني على الإطلاق. داغوس مشاها، الكرة في مكان سليم، تمريرة لكن بلاسيوس، الكرة، هدف ثاني لأوكلاند مباغت، هدف ثاني لأوكلاند مباغت في اللقطة الماضية، يعلن عن تقليص الفارق لمصلحة أوكلاند سيتي، 3 أهداف مقابل هدفين. خطأ عيناوي آخر في مسألة التغطية والأخطاء الفردية. سحب سيكو بابا مع فلاسيوس، كرة للعين أمام المرمى، الله، هذه راحت والجاي أحلى وأمر، حلوة يا فلاسيوس، قلت لكم سنابريا، هيا سنابريا بيحاول، الله، كاكو كاكو اصنع عرضية امام المرمى، شال الهارس، رجعت مرة ثانية، يلا يلا الله، تأخرت بداية موسمك يا سفيان، بطاقة صفراء على لاغوس، فين هذه ارقام مخيفه صراحه، الفريق يريد المنافسه، سلموني بلعبة عرضيه، الكره في دفاع نادي اوكلاند، عاليه ارضيه كاردوسو، ولكن حارس المرمى بيخرب، بلاسيوس كل الثقه مشالي، سلموني عرضيه، الله، اركنها يا كاكو، لعبها تتخلص وتعود مره ثانيه في فاول القطع، امس يا زعيم بذكريات يوكوهاما، بذكرياتها رجعت فندم، شوت شوت بتروح الى خارج
ضربة مرمى راحت كرة سفيان في العرض انفراد صريح كنا نبغيها. شرات ليلة 25 من مايو اسلوب يلعبها الكرة كادة تذهب إلى المرمى. والله ما توقعناها منك يا زهو. زهو كاكو ستة يا بعدي ستة العين الإماراتي وأكبر النتائج في تاريخ كأس العالم والقارات لزعيم آسيا والإمارات. للعين فرحة القلب لأن سفيان يعني يحفظ معروف العين على مدى السنوات الثلاث الماضية والوصول إلى هذا المستوى المذهل من هذا اللاعب ما كان ليتأتى من دون الاهتمام الكبير بداية من القيادة العينوية، وهذا ما يأكده سفيان في كل حديث له الاهتمام الدعم الكبير. شهادة كبيرة في حق سفيان الرحيمي لكي تستحق كل تقدير ابن الرجاء البيضاوي. ولتصحيح المعلومة أن سفيان الرحيمي هو تألق في رفقة الرجاء البيضاوي وانهارت عليه عدد كبير من العروض من مختلف الفرق والأندية، ونحن فخورين طبيعة الحال بهذا اللاعب الكبير اللي كيشرف المغرب وكيشرف المغاربة. صحيح، المتابعة الشخصية من سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي نائب رئيس نادي العين رئيس مجلس الإدارة، وأنت تعرف اهتمام شخصية بحجم سمو الشيخ خزاع كيف ينعكس على مردود لاعبي نادي العين. وهذا شله أن هذا كان جميل، قال ما بنساه طالما هذا الاهتمام وهذا الرعاية وهذا الكرم كان موجود، مستحيل أفضل نادي آخر عن نادي العين حتى لو كانت المبالغ كبيرة. عشان كذا وريح نفسه وريح نادي العين ومسؤولين نادي العين، وعشان شيء هو ما يعني المادة، أنا طبعا ما بي أبالغ كثير في الوصف، لكن هو ما فضل المادة على نادي العين، هذا أهم شيء في الموضوع. اختار نادي العين وأعتقد أنه بيكون في الأيام القادمة، أنا أعتقد يعني في المباريات القادمة لما نتحدث عن نادي العين وتاريخ نادي العين، هذا واحد من النجوم التاريخيين اللي مروا في تاريخ هذا النادي العريق. وسفيان يعني ما حقق في دوري أبطال آسيا وما يواصل حتى من تسويق لدوري الإمارات والدوري أدنوك للمحترفين، ما قدم مع أسود الأطلس هناك في الأولمبياد، وما ينتظر منه من المغاربة نفسهم مع المنتخب المغربي في الاستحقاقات القادمة تسويق لا يقدر بثمن لدورينا لكرتنا، لما من الممكن أن تصل أنديتنا بلاعبيها من مستويات ومن قدرات ومن تأثير في مختلف المستويات. بالضبط، في لاعبين على فكرة، في مقولة في كرة القدم لما يذكر التاريخ ويذكرون اللاعبين يقول لك هؤلاء مروا من هنا، هو ما بينطبق عليه هذا. لا طبعا ما بنقول مروا من هنا، لا بنوقف كثير، هذا بنوقف كثير بنوقف وايد كثير. كشتو معايا سفيان الرحيمي دائما حاضر متألق فنان يبدع ويمتع في جميع المباريات ديالو، دخل كاحتياطي واستطاع انه يعني يسجل الهدف الرابع ثم السادس ويخرج الفريق ديال العين متفوق بستة اهداف لاثنين. سفيان الرحيمي ما شاء الله بدا موسم ولا اروع ولا اجمل، كنتمنوا له طبيعه الحال هذا الموسم هذا مزيد من التألق كباقي المواسم الماضيه،
وكذلك إن شاء الله الحضور ديالو والرسمي ديالو داخل المنتخب الوطني المغربي مع أسود الأطلس، لا جدال فيها ولا شك فيها. وكنتمنى إن شاء الله أن الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الحال، وما تنسونيش بلايك، كنتمنى أنكم ديروا لي لايك وكذلك لي كومونتير وتشاركوا معايا في القناة وتشجعونا على المحتوى الرياضي. شكرا لكم، ونضربكم إن شاء الله موعد في حلقة قادمة وفيديو جديد. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.